ليلة وداع أحباب نكبة ودموع العين، زينب تودع حسين. ليلة وداع أحباب حسرة وحزن ومصاب، بالهم قلبها ذاب، زينب تودع حسين. ها هنا محط رحال قلب أضناه هاجز الوداع، ها هنا كلمة لفظتها روح توسمت بالصبر والكثير من الألم. اللهم تقبل منا هذا القربان. هنا على هذه الربوة التي قدستها عقيلة النبوة، وهي تنزف لوعتها بسرب من الآلام على جراحات إخوتها، وتبذر المعنى على أرواحهم التي تناثرت نورا في ربوع العشق الإلهي. فأي مشهد هذا؟ وأي قلب احتمل كل هذه الرزايا وفاح بالحمد ولم يدركه الجزع؟ فأشعل سراج الطمأنينة والرضا بما قدر الله. أخي أخي، إن كنت حيا فأجبني، وإن كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله. هي زينب، هي زينب التي لقنت التل معنى الشموخ، هي الوهج المقدس، هي الدمعة الوالهة مع شدة الشكيمة، هي البسمة التي بلسمت الجراح، هي من سكنت أنين العطاشة وكفكفت دموع اليتامى وشدت أزر الثكالى. حينما تزور كربلاء حتما ستطرق برأسك عند التل، ذلك الارتفاع الذي أورقت حوله المواسم وطافت حوله الأفلاك والأملاك، ويسافر بك خيالك حيث عاشوراء، ومرارة السبي دليل الدمعة الساكبة، والآهة الحرة والقلب المكلوم. وبمجرد ولوجك إلى داخل التل الزينبي، وقبل أن يأسرك المشهد بهالته الزينبية، التفت التفت وراءك، ستجد إنك تقف أمام المذبح حيث مشهد النحر. نعم، كانت الحوراء عليها السلام ترنو لذلك المنظر المفجع لأهل الأرض والسماء.
وكان الإمام الحسين عليه السلام في تلك الدقائق التي بدأت تنسل منه روحه وهو يتطلع لرؤية زينب، وكأنه يوصيها بالأمانة: رقية، اليتامى، الثكالى، العليل، والله الله بكلمة الحق يا أختاه، فأنت لها أهل أيتها الشاهدة الوريثة. وفي لحظة الدخول لقلب التل ستشعر بكل خطوة وكل سكنة وكل إيماءة بأنك في رحاب وحرم السبايا، فلا تعق انسكاب الدمعة، وواسي بها ملائكة تحوم حول التل منذ أن رحلت عنه أقدام العقيلة في رحلة السبي وإلى يوم يبعثون. التل الزينبي، ذلك الارتفاع في الأرض حيث وقفت الحوراء في ظهيرة يوم عاشوراء ترقب وقائع المعركة وتنادي على أخيها، ليظل المشهد شامخا قرب مثوى سيد الشهداء عليه السلام، خالدا بخلود قضية كربلاء، حيث لا يبتعد مقام التل الزينبي عن الحرم الحسيني المقدس، ولا تفصله سوى القليل من الأمتار إلى اليمين من باب قبلة المرقد الحسيني الشريف. ودعها ها هنا وقف جبل على تل في ظهيرة يوم الطفوف، وهناك في مجلس الطاغية يزيد تلت السيدة زينب عليها السلام منصة الحق، لتصدح بآهات ثائرة وترسم في أساس حكمه الجائر علامات الزوال، وتقوض بخطبتها الهادرة أركان دولته الظالمة. وقفت هنا ترنو ببصرها الذي يخاتل الدمع مشهد السكون الدامي والفاجعة التي انتهت بملحمة خالدة، وصور الفاجعة تستحضرها السماء ذات يوم لتخبر العالمين أن الحسين حفظ الدين بسيل من الدماء الطاهرة، وإن ذلك التل يحكي أبجديات أسطورة الصمود في الملحمة الحسينية برفيف الدموع، وإن روح زينب عليها السلام ما زالت تطوف بأرجاء المكان وتهفو صوب مثوى قطيع الكفين، لتلهم بصبرها وإيمانها وتسليمها المطلق لمشيئة الله سبحانه وتعالى قلوب الزينبيات على مر العصور روح الإباء، وتشيد في نفوسهن تلالاً
من شموخ الصبر والكبرياء. نستودع الحزن والأسى عند جبل الصبر، ونستودعها الله ونسترعيها أمها الزهراء عليها السلام مؤمنين بالحق، ونقرأ على اسمها السلام. فسلام الله عليك مولاتي، وعلى أخيك الحسين الشهيد، وعلى أخيك قمر العشيرة أبي الفضل العباس، ورحمة الله وبركاته. لبيك يا زينب، لبيك يا حسين. بلبن احرم وعن صدرك تقيلك شي ولنهاية.